نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. صليح أبيض صباح الأنوار. اركسوا يا رجال وزغرتوا يا نساء، التلقيح راهو جاء. اليوم يوصل التلقيح إلى حدود الوطن. أما قبل نكمل نادي نحب نقدم تحية لسيد رئيس الحكومة سيد هشام المشيشي، نسلم عليه برشا كي نسمع فينا، اللي عين البارح ناطقة رسمية باسم الحكومة. إيه؟ معناها يعني حكومة تقريب دمرجت لها أشهر. البارح ظهر له عين ناطقة تتكلم، يعني ما كانتش عندنا حكومة ناطقة، وزيد عينها امرأة. خاطر البارح ماك تعرف اليوم العالمي لحقوق المرأة وكذا، وحاب يدس فاست واستنى لليل باش يقول لك راكم مش الصباح ومانيش محضرها والكل. وهو يشبه يومكم مش تستقبل التلقيح، خاطر يومكم ما عندوش وجه باش يقابلنا ولا حاجة. ما مش مشكل ما يسالش، لا علينا. المهم توا التلقيح وصل، والمرة هذه ماهوش إماراتي وماهوش كادو، صحيح بالكريدي احنا تقريبا كيكم معونة، مش مشكل لا حاجة متاعنا. كيفاش تراها باش نستقبلوا التلقيح؟ استقبال معناها حسب رايك كيفاش باش نستقبلوهم؟ لازم نهزوا تبالو زكر في المطار. اي يا سعدنا يا هنانا، هاو التلقيح جانا. نجم نمشيو المطار مادام ولف الحامدي ما عادش غادي، نجم ندخلوا جونا به. البارح حسيلو وكلمت العباد في بيلي باش يفرحوا بالتلقيح وباش يمشيو للمطار باش نستقبلوهم كحبيب الغريب يا كولونز جابر، عرفت؟ لكن برشا تشكيك، وكانه الدوله اليوم باش تجبد بينا. هل تعتقد انه مشوس الغدو ولا تحس الدوله بتعاود تجبد دينا كما في؟ والله مستحيل. انا تو من با يمكن 5 دقائق كنت اتفرج في الاخبار، وصلت للمشيشي فاش قاعد يحكي، قال نحبوا على الاستمراريه في الدوله والحكومه وما يلزمناش نطيحوها. مانيش عارف شنو اللي قاعد يمشي في البلاد، معناتها باش يكملوا به القدام الله اعلم. معناتها باش تقول لي انت غدو باش يجي التلقيح، نقول لك المستحيل من 7 المستحيلات سيدي. نو مش مشكل يجي ما يجيش، المهم المشيشي لن يستقيل، خاطر كي دي مشيشي دي استمرارية، هاو ثقة في مؤسسات الدولة. يا مكا هاو ما تحبوا عاد وعد الإخشيدي المتنبي، يا قالوا لكم 15 فيفري يا أخي، ياو جاي كان 9 مارس، والحقيقة راهو مازلنا مش متأكدين يجي اليوم ولا لا. ماش صدقهم أنا هيك زويس، راهو كل مرة يطلعونا بطلعة. أنا بالنسبة لي أنا أخوي أنا يجبدوا بينا عادي جدا، عبارة طيارة وراتي هذه لغة كوميرس معروفة، حتى عند الكوميرسون يقولوا لك اليوم برا بلي وقتاش توصل لي الكونترولير، قول هكا سي نخدموا فيها، وبعد يقولوا والله البابور، وبعد يقولوا والله السيستم، وبعد والله يقولوا كذا، هذه نخدموا بها احنا بيدنا، لو نخدموا بها التونسي مولف بها. يا ودي شبيه تعلط، والله عندنا قريب في رادس باش يطمن لك اليوم حتى اللي خرج السلام تاعو. بالضبط، الدولة كيكة ما تحبش تعطينا صحيح. وقتاش جيت تخطب شهر جاي والدولة فرحت بينا الحمد لله يا ربي، جابت لنا أنواع التلقيح الكل، روسي على صيني على بريطاني على أمريكاني، كوكتيل حاسيلو أو كيجيو نزو ثلج حتى لازم يكون بارد هاك ولاك، نبداو نحلو في اللقاح جرعة جرعة لين نبراو شعب كامل بالطبيعة. وبحكم انه باش يكفي الناس الكل، خاطر جابونا شوية جرعات لازم نحلو كالشروب وعرفت، وبحكم انه الناس ماهيش مصدقة به، فرضا قولوا يا نادي ميسيرش تخيل معايا وبي معنى الخيال شوي، ربي خليني سلاح، فرضا الدولة جبدت بينا شنو هو السبب اللي باش تطلع بيه؟ راه بحكم عندنا ناطقة رسمية البارح بدات تخدم معناها، شنو هو السبب تراه؟ مستحيل، ما تنجم يكون كيما قلت لك، معناتها يقول لك يمكن ما لقيناش فول، يمكن ما لقيناش فاش باش نجيبوهم، ولا يحبوا كليما معين باش يحطوه فيه ما لقيناش وين باش نحطوهم. هيك معناتها الحكايه نتاع اللي كل مره يطلعوا بها، فهمت كيفاش خويا؟ اي ممكن يقولونا مثلا راه جاي على تونسير وما خلطش، ولا يقولونا مثلا راه باش يعمل اسكال في تبرقه دوبل توشي ويجي نهارين اخرين معناها يستنى غادي. ولا ينجم نعرفش يعملونا، ربي سامحني سليح سامحني بالله خليتش شكون ما جبدتوش على السبيل. مازال هما عياض اللومي ما لقيتوش بلاصه، مش مشكل. اما ينجموا ينادي يعملونا كذبه رمضانيه، قولي كيفاش ترى؟ يخرجوا في التلفزه يقولون تعذر علينا رؤيه التلقيح في المطار، هكاك مريناش وما عندنا عليه حتى فكره. اما ليه راه ما عندكم وين تهربوا، وكان حيرتوا وين تخبيوه حطوه حذا التلقيح الاماراتي هذاك قاعد منه حاجه. انا خايف الحقيقه كان تطلع الدوله تفلم ويجيبونا فاكسام تاع سيف الدين مخلوف، عارف فيلم ذا كل يوم متفاهمين معاه كي تحت الطاوله، وبيناتنا فرضا التلقيح جاي. يا اخي ترى في التوانسه معناها ملهوفين باش يلقحوا كي بالاحصائيات للعباد عندهم عزوف على التلقيح، يجيو باش يخلوه على قلوبهم غاديك ازاي. انا واحد من الناس والله العظيم، انا والله اني ما جدي ولاني باش نلقح، نحكي معك برجولي، ريت التلقيح والسينما وروتانا السينما اللي عملوه لنا ذي كله الناس. انا واحد من الناس كان في انا تاكسيست وموزيكشي، انا مضرور في خدمتي عندي 6 اشهر في الموزيكا ومضرور في التاكسي في الزوز. يا خويا انا بدي نعرف واحد يخدم في زوز خدم رئيس حكومه وزير داخلي ومضرور في الزوز، مش مشكل ما تقدرش تسبب معناها عادي الناس كلها كره. وزيد احنا تبارك الله شعب عازف ارتيستو، عازف على الانتخابات، عازف على التلقيح، الحمد لله يا ربي. الناس خايفه زيد عندها الحق راهو،
الدولة لا عملت توعية لا تحسيس لا حتى شيء. هكاك جيك جرعة زرقها واسكت، وكان عاجبك معناها ولا مش عاجبك. أنا ما عاد نستغرب شيء، الثقة انكسرت وصعيب كان ترجع. تولي تتوقع منه كل شيء معناتها، اون بو بلو بلوتو انتيسيبي مع تونس سورتو دو نو جور معناتها مع الكورونا وكل شيء وبعد الحفرة في الدار توقع كل شيء من تونس. انا بيرسونيلمون مانيش نستنى في الفاكسان، اذا كان باش نحكي على شخصي انا مانيش نستنى في الفاكسان، وجي بلو كونفيونس اللي الفاكسان هذيك بالرسمي الفاكسان اللي قاعد يخرج. هو عند الحق لو الاهتمام ما يطلبش معناها، كان باش نقعد واحد نعيطوا لكم على الفاكسان راه باش تطيح قيمته نوعا ما. اما مدام سامحني معناها شنو هي حكايه الفاكسان هذا مش هو بيد واحد اخي كذبوا عليه، مش تطلع حكايه معناها الفاكسان تاع مخلوف صحيحه خاطر ما عادش عندك كونفيونس لا في سيستيم لا في دوله لا في وزاره صحه. انا فرانشمون دي ما عنديش كونفيونس اللي الفاكسان اللي جاي هو الفاكسان اللي اخترعوه، يعني اللي هو لو بلو افيكاس. هو روسيا تاريخيا ما تطمنش لو كي تبعث حاجه، مش مشكله احنا عندنا شعب بالزايد وانا نجرب وابريتو معنا مش ناس كل باش تجرب. اما علاش زعما التخبط هذا كل مره دوله هاو جابتها وما جابتش، هاو صيني هاو روسي، مش تحس كي الحكايه هذه من 2011 تتعاود انه الدوله تقريبا ما عندها شيء في الصندي؟ هاو باش تجي هذا شنو بعد كي زون وقت اللي عطاو دات كيف كيف ما طبخوهيش دونك عادي غدوا يجبدوا بينا. وجو تخوف زاد اللي السيتواسيون هذيا ديما يخرجوا يقولوا سي بروفيزوار سي بروفيزوار وباش نتنظموا باش ندرا شنو. موش تخوف كو سي لو بروفيزوار كي دجور مالوغوزمون زاد كل شيء قاعد ديزون لي راهو وقتيه، حكومه وقتيه وايتا وقتيه واهمال وقتي وكل شيء وقتي. مي احنا قاعدين توا صافي بلوس كو ديزون في الوقتي وقتي وقتي باش نتنظم وقتيش معناتها باش نتنظم. هكا هو نظام حكم برلماني وقتي هذاك هو معناه. اما الشيء اللي سخف انه تو ما حكيوش معنا لا على التلقيح لا توعيه لا تحسيس لا حتى الزريقه شنو هي الفورمه نتاعها حتى شيء. اما كوت تو كي تتصدموا بالناس اللي رفضت تلقح وهكا كنا بقاو مثالش متفائلين وربي صبرنا واول غيث جرعه. صلاح ابيض.